أصدقائي صديقاتي، انتظروني في حلقة خاصة مثيرة للجدل عن الجنسية النمساوية بين قوسين المقدسة كما قال أحد السياسيين. تطرقنا فيها إلى عدة تساؤلات طرحت في السوشيال ميديا، وكانت مهمة جدا مع الأستاذة المحامية غنوة شحادة. قريبا جدا رح تشوفوا حلقة مهمة جدا. الحقيقة الموضوع اللي عم نحكي فيها المرة يمكن هو الترند بالوقت الحالي، وحيضل السنوات الجاية هيك حكينا فيه. في أمور كتير اللي هي كتير حساسة بالوقت الحالي، هي الأحكام الجنائية 90 أو 120، هاي بالنسبة لإلهم يمكن سبب عن جد للرفض بالأصل والتملك. هدول النقاط في ناس كتير ما بتعرف إنه تحسب يساعدوه. اكيد، لانه هي تعتبر انكومن. هلا الحقيقه خلينا نكون واضحين مع بعض، نحن في عنا احزاب وفي سياسه طبعا، والسياسه لا تخفي عن اي شخص، يعني وزير رسمي فاقترح موضوع، كان عم يلعب موضوع الانتجراسيون، وصل لقانون رسمي بيقول انه لا، اذا انت عندك ليفل لغه اعلى بدل ما تكون 10 سنين عملت لك ياهم 6 أثناء يعني الإجراءات. طب إجراءات الجنسية مثل ما بنعرف نحن عم تاخد معدلات بين السنة والسنتين. الحمد لله هلا بالأيام الأخيرة عم حس إنه في تغيير، لأنه من فترة كان عندي فعلا ملف ب3 شهور أخذ. ظهر ما يمكن نسميه الجنسية المقدسة على لسان بعض السياسيين بين قوسين، الجنسية النمساوية المقدسة. وقت اللي عم يقول لك انه انت مستفيد من الماكسترات 40 بشكل غير مباشر، اللي هو مثلا صديق عايش معك في البيت، انت ما بتاخذ مساعدات، لكن يعني انه انت مستفيد غير مباشر. اللي اجت ومع 7 اولاد او 8 اولاد، او احيانا عندي عائلات بصراحه اجوا مع 12 ولد، هدول وقت بدهم يوصلوا لمرحله ويقولوا نحن بدنا ناخذ الجنسيه النمساويه، انا هون بقول استحاله انتهاك لحقوق الطفل، لانه الطفل عموما بنميز عن نقطتين، الطفل المولود على الاراضي النمساويه والطفل اللي اجى ولو عمره شهر. دليل انه حصلنا عليها، صار شيء خلى انه هاي الجنسيه تسحب. تمام.